السلام عليكم دكاترة، شلونكم؟ طبعا تعذروني لأن أدري تأخرت عليكم بالشرح، بس صراحة شنو انفلونزا وصوتي رايح، بس إن شاء الله راح نرجع نكمل الشروحات. إذا عندكم أي سؤال تقدرون تدزولي تسألوني، يفضل على انستغرام أن أجاوبكم أسرع، يعني تليجرام صراحة ما أفتحه هواي. هذا الليكتشر هو أول ليكتشر شرحته دكتورة ريم جامعة بغداد هاي السنة، اللي هو Development of the Dentition. طبعا مثل اي لكتشر راح تقرأه على شرحي، راح تلقون اذا شيء لونه احمر معناها مر علي انا كام سي كيو، واذا شيء لونه اخضر معناها كلش مهم، واذا شيء لونه اصفر يعني بدنا نوضح الفكره. زين، It's a development of the dentition, the prenatal development of dentition. The embryonic oral cavity. شنو هو الابيثيليا اللي بيه؟ ستراتيفايد سكويموس ابيثيليا، شو يسموه؟ اورال اكتوديان. الامبريونيك اورال كافيتي از لايند باي ستراتيفايد سكويموس ابيثيليا، وشنو اسمه؟ اورال اكتوديان. فيزيبل شوكيتس باليوم 28 الى 30 داخل الرحم، هاي انتبهوا عليها، الايام الاسابيع الاشهر انتبهوا عليها. من هو هذا الاورال اكتوديان؟ شو وقت يكون فيزيبل؟ باليوم 28 أو 30 داخل الرحم. زين، the first sign of the tooth development ممكن تطلع late in third embryonic week. late لو early late يا أسبوع بالأسبوع الثالث. شنو هي هاي؟ ال first sign إنه حصل عندي أسنان تطلع بيا أسبوع بالأسبوع الثالث، بداية لو بنهايته بنهايته. الإبثية راح تصير ثك. وين بالضبط؟ ثك بالانفيريور بوردر مال ماكزيلا والسوبيريور بوردر مال ماندبل. شو وقت الإبثية تصير ثك؟ بنهاية الأسبوع الثالث. ثك وين بالضبط؟ ماكزيلا وماندبل. ماكزيلا سوبيريور لو انفيريور؟ انفيريور. ماندبل سوبيريور لو انفيريور؟ سوبيريور. ايش راح يكونوا لي؟ اللاترال مارجن اوف ذا اورال كافيتي، يعني اتحاد الثيك مال الابيثيليا اللي حتصير بالانفيريور ويا السوبيريور مو يتحدون حيسوي لي الاورال كافيتي. زين، اللاترال مارجن مال الاورال كافيتي بالاسبوع السادس ايش راح يصير؟ هسه احنا بدينا انه حتبدي تتطور الاسنان من اليوم 28 الى 30، بنهايه الاسبوع الثالث تبدي يصير عندي اول ساين انه حيصير عندي اسنان. بالاسبوع السادس ايش راح يصير؟ فور ماكسيلاري اوديتوجونيك زون حتكون لي الدنتال لامينا، وتو ماندبل زون حيكونوا لي الميد لاين. اربعه ماكسيلا زون حتكون الدنتال لامينا اللي بعدين ايش راح تسوي لي؟ الدنتال ارتش. بالاسبوع السادس فور ماكسيلا اوديتوجونيك زون ايش راح تسوي لي؟ الدنتال لامينا. الدنتال لامينا از ذا فاونديشن فور ذا فيوتشر دنتال ارتش. دنتال لامينا راح تسوي لي دنتال ارتش من ده تجي من اربعه ماكسيلاري او دوتوجينيك زون. التو ماندبل زون ايش يسوي لي؟ الميد لاين. زين، الدنتال لامينا طبعا تعذروني اضطر كل ساعه اسوي ميوت وارجع لكم. زين، الدنتال لامينا ايش راح تسوي لي؟ 10 نوب لايك ستراكشر، يعني ستراكشر يشبه اللامب او ستراكشر يشبه التري، تمام؟ اللي ايش راح يسميه؟ توث باد او توث جيرم. احنا مو الاسنان اللبنيه هي 10 بالماكسيلا و10 بالماندبل. زين، مو قلنا الدنتال لامينا اللي راح يسوي لي الدنتال ارش بعدين؟ هاي الدنتال لامينا راح تنطيني 10 نوب لايك ستراكشر حتى كل سن يقعد بواحد، تمام؟ اللي هي شنو اسمها؟ اسمها توث جيرم او توث باد. اذا قلت لكم التوث جيرم والتوث باد منين؟ جايه من الدنتال لامينا. زين، التوث باد منين يتكون او التوث جيرم منين يتكون؟ يتكون من انامل اورجان، دنتال بابيلا، ودنتال ساك. الانامل اورجان منين جاي؟ من الاورال اكتوديان. والدنتال بابيلا والدنتال ساك من المسين شاين. زين، حيصير عندي swelling وبروليفريشن وديفرنشيشن.
و histological differentiation و morphological differentiation لحد ما يطلع السن ويكمل. زين، هاي الستيج اللي راح يمر بيها السن 3 ستيجات، باد كاب وبل. راح نعرف بكل ستيج شنو يتميز. بس عرفني انه اني عندي تي ان نوب لايف ستراكشر اسمها توث باد او توث جيرم. هاي التوث باد او التوث جيرم تتكون من 3 شغلات، واحد انامل اورجان جاي من الاورال اكتوديان، اثنين دنتال بابلة من المسين تشاين، ثلاثة دنتال سات من المسين تشاين. حيمر بمراحل 3 اللي هي مرحلة الباد والكاب والبيل. زين، نجي على أول مرحلة اللي هي الانيشيشن. أما يقول لكم توث باد أو شو يقول لكم؟ توث باد أو توث جيرم، تمام؟ زين، نبدأ بالانيشيشن. The first epithelial incision into the ectomesenchym of the jaw. Tooth pad is the primordium of the enamel organ. زين، ايش راح اشوف بالانيشيشن هيستولوجيكالي؟ راح اشوف انه اكو بالسنترال بوليجونال سيل، وبالبريفيريال اكو لو كولومينر سيل. بالانيشيشن اللي هي the first epithelial incision. The tooth bud is the primordium of the enamel organ. كهستوباثولوجيكال ايش راح اشوف؟ السنترال عباره عن بوليجونال سيل، والبريفيريال عباره عن لو كولومينر سيل. زين، الاريا مال اكتوماسينشايم كوندنسيشن الى شنو؟ الى التوث باد از دنتال بابيلا. الدنتال ساك سراوند ذا توث باد او توث جيرم اند ذا دنتال بابيلا. الساك راح يحيط بالتوث باد او التوث جيرم وبالبابيلا. البابيلا بعدين ايش راح تعطيني؟ الدينتين والبالب. والساك اللي يحيط بيها راح يعطيني السمنتيوم والليجمنت. الدنتال بابيلا راح تعطيني البالب والدينتين، والساك اللي يحيط بالدنتال بابيلا راح يعطيني الليجمنت والسمنتيوم. زين، نيجي على الديشيديوس دينتيشن بالسكند ماوث بالرحم. البيرمننت دينتيشن جروث اوف ذا فري ديستال اند اوف ذا دنتال لامينم بيبدي بيا الشهر، شهر الخامس بالرحم، الشهر الثاني اللبنية، الخامس الدائمية. الدنتال لامينا راح يصير لها الونجينيت، الدنتال لامينا راح يصير لها الونجينيت ديستال لل سكند مولر، سكند شدي وسمولر يعني ديستال للإي. راح على مود شو تعطيني؟ تعطيني توث جير مال بيرمننت مولر. خلي اعيدهم، الشدي وس دينتيشن بالشهر الثاني، البيرمننت بالشهر الخامس. البيرمننت لحد منو؟ لحد الفايف. لعد السكس والسفن المولارات شلون راح تبعد؟ والايت راح يصير دنتال لامينا راح يصير لها الونجينيت ديستال للاي على مود تقعد المولر 6 و7 وال8. زين، نجي على البروليفريشن. لسه خلصنا الانيشيشن، نجي على البروليفريشن. هاي الانيشيشن ستيج اللي هي الباد التوث باد. نجي على الكاب ستيج البروليفريشن، راح يصير اكو جروث بس يكون ان ايكوال، راح يصير عندي نمو بس ما متساوي. حتى شو يتكون عندي؟ كاب شيب ستراكشر، ذلك نسميها الكاب ستيج اللي هي بيها ايرلي وليت. سميناها كاب ستيج ليش؟ لان حيتكون عندي ستراكشر شكله يشبه الكاب. زين، ذيك الساعه قلنا الهستولوجيكال شنو؟ السنترال بوليجونال سيل والبريفيريال لو كولومينر سيل. بس شنو الاوتر كيوبايدل والانر تول كولومينر سيل؟ واكو بين الاوتر وبين الانر، بين الاوتر وبين الانر عفوا، اكو ستيليت ريتاكيولوم اللي هي هاي. عندي اوتر كيوبايدل وعندي الاوتر كيوبايدل وعندي الانر الكولومينر سيل، وعندي بيناتهم ستيليت ريتاكيولوم. هذا تكون لي نيوت وورك
تكون مور انتراسيلولار فلويد از برودوسد. نيجي على الثالثه اللي هي ديفرنشيت اللي هي البيل شيب. اذا اخذنا الباد والكاب وهسه البيل. البيل بالهستو ديفرنشيشن. Now assume as a bell shape as invagination of the cup continuous and margin grow long. هاي مو الكب باع الكب هاي البد صار كب هاي البل صار elongated هاي البل stage. زين الانر سي الانر انامال ابيثيليا سيل تبقى شنو؟ تبقى كولومنر سيل. الاوتر تصير فلات تو لو كيوبايدال سيل. الاستيليتو تاكيولوم حيصير بي اكسباند والخايش تصير شكلها ستار. اذا قال لكم ستار شيب عندي وين؟ بيا ستيج بالبل ستيج. زين A new layer of the cell راح تتكون اسمها stratum inner medium whose function is to provide nutrition to inner enamel epithelia. وين بيا ستيج؟ بالثالثة البل ستيج. زين then إذا قلت لكم بيا ستيج تكون four layer راح تختارون البل ستيج. بيا ستيج star shape البل ستيج. يا ستيج عندي الستراتم انترميديم البل ستيج. more differentiation البل ستيج تكون ادفانس وراها الابوزيشن. المينراليزيشن احنا هسه صار عندي سيل بروليفريشن ودفرنشيشن ومينراليزيشن. المينراليزيشن يصير بالديش ديوزنتيشن بالاسبوع ال 14 داخل الرحم ويبدي منو؟ يبدي بالسنترال انسايزر. البيرمننت وقت يصير بالشهر الرابع او الخامس. ويبدي بياسن يبدي بالسكس. زين نجي على الاربشن. السن ده يتحرك من الكريبت خلال الالوفيرو بروسيس يطلع للاورال كافيتي. ازاي يصير؟ برايمري توث يصير لها ريزورب. الروت مال بيرمنت تبدي تطول يزداد الهاي مال البون وتطلع البيرمنت توث. زين الاسنان ما راح تتحرك اوكلوزالي لحد ما الكراون يكمل. الكراون مال بوستيريور تيث يحتاج لسنتين الى 5 سنوات حتى يوصل للالفيار كريست و12 الى 20 شهر حتى يوصل للالفيار مارجن. الثيوري مال انه شلون تتكون الاسنان وشلون تصير الاسنان، شنو هي الثيوري؟ عندي ثلاثه. الاولى هي عبارة عن fusion two or more primitive conical teeth كل واحدة عندها قاعدة تعطيني root. الثانية هي عبارة عن single repetition tooth وده يصير secondary differentiation للtubercles والroots. الثالثة هي عبارة عن reduction condensation. الانسايزر والبريمولار والماكزيلاري مولار ده تجي من 4 لوب والماندبل مولار من الخمسة لوب. كل نظرية شنو معناها؟ صراحة ما أتوقع مهمة يعني، بس إنه هو كيسر ما بيها شيء. 3 نظريات كل نظرية عن شنو تحكي. نجي على الفاكتور ديتيرماين توث بوزيشن. عندي 4 فاكتور بري اربتيف انترا الوفيلر انترا اورال وكلوجر. البري اربتيف انيشال بوزيشن اوف ذا توث جيرم is dependent on hereditary, pre-eruptive hereditary. الانترا-alveolar يتأثر إذا سن أكو أو ماكو. الريزوبشن اللي صاير للبرايمري tooth. الايرلي لوس للبرايمري. وإذا عنده pathological conditions. مكان السن. Pre-eruptive hereditary مكتسب. انترا الوفيلار مكانه إلى علاقة هل الأسنان البرايمري واقعة من وقت؟ أكو لو ماكو أسنان مصفة الريزوشن للأسنان البرايمري عنده فتشي باثولوجيكال يأثر على
مكان السن. زين، ثالث وحدة الانترا اورال ستيج، انه السن مكانه يتأثر بالشفة والخد واللسان، فدائما التشيك والتانج واللب تصلص لي قوة تحرك الأسنان، المفروض حتى السر يبقى مكانه ما يتحرك، تكون هاي القوة متساوية. رابع شيء الأوكلوجر ستيج، المصل مال ماستيكيشن، من ناكل أو حتى لو من نحكي أو أي شيء، مو الكاسب تطق بالكاسب، كاسب تطق كاسب، راح تصير أكو قوة، منو حياخذ هاي القوة؟ البرودنتال ليجمنت، تمتصها وين؟ توديها للبون. زين، الديفلوبمنتال ديستربنسز افكتنج ذا تيث، اكتوديرمال ديسبليجيا اللي هي كومبليت او بارشال انادونشيا للتو دنتيشن. الانادونشيا شنو يعني؟ يعني شخص ما عنده ولا سن، او يعني نقول انه فاقد سن او اكثر، او ما عنده ولا سن. اذا قال لكم كومبليت انادونشيا يعني ما عنده ولا سن. زين زين، هاي بيا ستيج تصير باد لو كاب لو بل بالباد. اذا قال لكم بيشت عنده انادونشيا يا ستيج صار مشكلة، حتختارون الباد ستيج. زين، منو أكثر سن يصير بي ميسنج؟ الثيرد مولر، الماندبل 5، الأبر أو الماكزيلا 2، والأبر أو الماكزيلا 5. زين، سوبرا نيوميري وسبلمنتال توث اللي هي أسنان أكثر من العدد المطلوب، يعني أكثر من الأسنان الطبيعية اللي إحنا عندنا. شنو فرق السوبر نيوميري عن السبليمنتال؟ السبليمنتال شكل السن يشبه شكل السن الطبيعي، السوبر نيوميري شكله يختلف. السبليمنتال توث السن يشبه شكل السن النورمال اللي احنا عندنا، السوبر نيوميري شكله يختلف. زين، الميزودينس اللي هو السن اللي يكون بين تو ماكسيلاري سنتر انسايزر، البيريدينس السن عند بكالي، الدستو مولار السن ديستالي للثيرد مولار، البارا مولار السن بكالي او لينجولي للمولار. سهلة ودائما تجي واحدة من ذوي الأربعة. زين، النيتال والنيونيتال توت، الأسنان اللي هو البيدو يجيني عند السن او يطلع خلال اول شهر من الولادة سن. اما هو يعني يولد عند السن او يطلع خلال الشهر الاول، هاي النيتال والنيونيتال. البري ديشيديوز دنتيشن ابورتد ستراكشر with a caps of enamel and dentine. The post-permanent dentition is seen erupted shortly after loss of the permanent dentition. زين، نجي على هذا مهم، هذا تلقوه بالباثو تلقوه بالأورثو، اللي هو شنو؟ احنا هسه مشاكل بالأسنان، بالمورفو ديفرنشيشن اوف ذا توث جيرن. السن يسموها تشنسن انسايزر، لان شنو عنده؟ البيشنت يجي عنده سيفاليس، بيشنت يولد عنده سيفالس، فتصير شكل الاسنان مالته هيج، شو يسموها؟ تشنسن انسايزر. المالبولاري مولر كلوجال سيرفيس از نارو ذان سيرفايكال مارجن، وهما ماتين كونجنتال سيفالس. مالبولاري مولر بيشنت شنو عنده؟ كونجنتال سيفالس. البيك شيب لاترال واضح، ماكرودونشيا اسنان حجمها اكبر من الطبيعي، مايكرو اسنان حجمها صغير، مثل بيقول اسنان حجمها صغير اللاترال والثيرد مولر اكثر شيء. دينس ان دينس، هاي مهمه، الدينس ان دينس والدينس ايفاجينيت اللي هي التوث انفاجينيتد بيفور كالسيفيكيشن، هاي من هي الدينس ان دينس. زين، اكثر شيء اللاترال انسايزر، البيرمننت ماكسيلا لاترال انسايزر. الديس ايفاجينيت اكثر شيء بالبريمولر، شوفوا شكل السن تيوبركليت او بروتوبيرنس فورم، اكثر شيء بالبريمولر. الجيمينيشن والفيوجن هم مهمه، الجيمينيشن روت واحد وتو كراون، الفيوجن سنيا بهم تو كراون وتو روت. يعني الجيمينيشن هو عباره عن تو جير واحد من طين تو كراون، فيوجن هو عبارة عن تو توث جير مطيني سنجل كراون أو لارج كراون. دي لاسريشن واضح،
الباراداتيزم هاي مهمة، اللي هو الباب يكون كبير، الباب طويل، enlargement للباب. مشاكل بالابوزيشن مال هارت تشو، انامال هايبوبليجيا، لوكال انامال هايبوبليجيا تيرنر توث، سيستميك لان عنده جيرمان مياليسيز فلورايد او ريكس، او هيرديتري انامال هايبوبليجيا السن يكون اصفر بسبب الريديوس انامال ثيكنس. اميوجينيسيس امبيرفكتي اللي هي هاي، اللي هي 3 انواع، هايبوبليجيا، هايبوكالسيفيكيشن او ابو ماتريشن. هايبوبليجيا يعني مشكلتي بالماتريكس، كالسيفيكيشن مشكلتي بالمينراليزيشن، وماتريشن انه صار عندي اماتشون للانمو. بدي اوضحها لان المفروض سهله يعني، وماخذيها احنا هاي ياخذوها بالبيدو. كان كلش اسفه. زين، الدينتين جينيسيس امبيرفكتي، مشكلتي بالدينتين يكون الدينتين يصير جراي تو براون، جراي تو براون، روت روت شورت، الكنال اوبريتيتد، رايبد اتريشن، تشيل تيث، جوست تيث. زين، البيجمنتيشن هاي مهمة، البيجمنتيشن مال انيمال والدينتين، الانيمال يكون جرين وبلو اذا كان عندي اثريو بلاستوسيس، بروفيريا الانيمال حيصير ريد او براون، تترا سايكلين براون، هاي تلقوها اورثو وتلقوها بريو، كلش مهمة. زين، سمنتال هايبوبليجيا ريديوس بسمنتيوم، الانيمال بيرز بالفيوريكيشن مال مولر تصير عندي انيمال بير. زين، ديستربنسز وين بالكالسيفيكيشن مال الهارت تشو، الكونيكريسنز، السمنتا مال الاسنان اللي تحت، ريتارتد اربشن، السن يتاخر يلا يطلع، الكوالوس التوث يعني ماكو ليجمنت، راس الروت من تحت بالبون. وها هي، هذا الحكي كله سهل، مشكلتنا وصعوبتنا كلها بس بالبدايه. مثل ما قلت لكم، اذا عندكم اي سؤال تقدرون تسالوني على الانستا باي وقت. بالتوفيق.